حياكم الله. هناك من قال إنني أخاف من اللقاح أكثر من كورونا، وهناك من يسأل ماذا يعني أن نسبة فعالية اللقاح 79% مثلا أو أكثر، يعني أن هناك نسبة خطأ أيضا وقليل الحظ ربما يكون معهم. سيدة تقول يا أخي يا عامر هذا اللقاح يسبب العقم. أقول لك طيب ليش منع اللقاح للحوامل أو من تفكر بالحمل بأخذ اللقاح؟ هذه أسئلة يطرحها الناس، نريد إجابات. وأسأل صحيح، ما هي الطفرة الأردنية لكورونا؟ لماذا تزداد أعداد حالات الفيروس المتحور في الأردن؟ ما قصة وحقيقة ما جاء اليوم في حديث جمعية المهندسين الوراثيين؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيوفي، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا بالأستاذ الدكتور معالي عزمي محافظة، أستاذ علم المناعة والفيروسات، مساء الخير. وأهلا بالدكتور غازي شركس مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، مساء الخير. مساء الخير. صوت المملكة بدأ، أهلا بكم جميعا. يمكنكم متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك. تاليا استطلاع لآراء بعض المواطنين فيما إذا سجلوا أصلا في منصة لأخذ اللقاح أم لا. لأنه فيش إشي الدولة بتحكي إلا يكون مزبوط يعني، ولازم إحنا نتطعم، الكل لازم يأخذ التطعيم هذا. والله ما عنديش فكرة عنها، والله ما في وقت يعني، وعم نحاول يعني نفوت على الابليكيشن، شوي صعب يعني الدخول عليه، مش سهل يعني صراحة، والتسجيل كان مش مزبوط يعني. يعني أنا ما بدي المطعوم الصيني صدقا. قبل فترة وصلني مسج وسجلت، لحد الآن ما أجاش دوري. الأولوية للناس الكبيرة في السن. يعني أنا بشجع كل واحد إنه يسجل، لأنه بالأخير إنه مش راح يخلص الفيروس إلا إذا كل الأردن أو معظم سكان الأردن اتطعموا، لأنه إذا ظل الفيروس موجود وإحنا مش متطعمين يعني في كارثة، بتأثر عليك صح على صحتك وعلى صحة أولادك فيما بعد، وتأثر على وضعك الاقتصادي. فأنا مع التطعيم يعني مع المطعوم جملة وتفصيلة، يعني إحنا مستبشرين الخير بكل المطاعيم بما فيها الصيني والفايزر أحسن من لا شيء. لا الصراحة لا، ما سجلت ولا بدي أسجل. أهلا بكم. إذا هذه بعض الآراء التي قالت بأنها سجلت وفيهم مش رايحين يسجلوا. أهلا بكم من جديد، أهلا بضيوفي، مساء الخير. مساء الخير. سأبدأ الحديث عن اللقاح. نعم. وسأبدأ مع الدكتور غازي. دكتور بدي أطرح عليك بعض الأسئلة. كم عدد نوع لقاح عندنا بالأردن؟ عندنا لقاحين حاليا من طعم لهم، اللي هو الساينوفارم الصيني، الصيني الإماراتي وفايزر الأمريكي. فايزر. نعم. طيب كم عدد الذين سجلوا بالمنصة؟ يعني تجاوزنا 335,000. 335,000. نعم. كم عدد اللي تلقحوا أخذوا اللقاح؟ تجاوزنا 30,000. 30,000. نعم. كم صار لنا منسجل على المنصة ونعطي؟ تقريبا أسبوعين ثلاثة. يعني من 14 الشهر. 14 واحد بداية التطعيم. 14/1 كان تجريبي ولا المنصة؟ لا منصة. 14/1 احنا متى الآن؟ بس التسجيل قبل التسجيل 14/1 احنا اليوم قديش؟ 27؟ اليوم 26 تقريب. يعني صار لنا أسبوعين. نعم. أسبوعين 30/1، 30,000 واحد. نعم. يعني على هالسحبة كم سنة بدنا نطعم 2 مليون؟ هي لا تحسب هكذا، إنما يعني عملية التطعيم عملية مستمرة راح تاخذ وقت، راح تاخذ جهد. من المفيد جدا انه الناس تقبل على التسجيل، انا لاحظت انه في ناس بتسجل وبتحاول تسجل، وايضا تقبل على اللقاح، ولما يجي دورها بالتطعيم ما تتخلف عن. كم نسبة التطعيم الذين يتخلفوا عن اخذ اللقاح بعدما قاموا بالتسجيل؟ يتراوح بين 30-35%. اوف، 35%؟ نعم. من اللي سجلوا؟ من اللي سجل، وهذا بيعملنا ارباك وبياخذ دور الناس الثانية اللي قاعدة مسجلة وبدها تطعم. تخيل انه انت من بين 100 شخص مسجلهم 35 بيجوش،
لو ناس ثانيين كانوا جايين بالوقت هذاك وأخذوا المطعوم كان إحنا طعمنا ناس أكثر. طيب ليش إحنا بنتأخر بالمطعوم؟ يعني في ناس بيقول لك مساء الخير أخ عامر، أنا سجلت من أول الشهر لحد الآن ما إجا دوري، مع إنه اللي أصغر مني الطعام زين النبر. هذه شكاوي متكررة من الناس، وأنا بقول لهم يا إخوان في هناك أولويات، وضعت أولويات والأولويات متدرجة بالأعمار، الكوادر الصحية حتى متدرجة بالأعمار، كبار السن متدرجة بالأعمار، اللي عندهم أمراض مزمنة أيضا متدرجة بالأعمار. هلا كل واحد بيسجل إن شاء الله رح يجي وقت ويسجل على أساس إن شاء الله تكون عملية تسجيله صحيحة. كم عدد المراكز؟ إحنا عنا 29 مركز هلا حاليا شغالين للتطعيم، ونسعى إلى رفعهم لأكثر من هيك. كم عدد المطعوم اللي عنا؟ كم إبرة عنا من الاثنين من الصين الإماراتي؟ قديش ما عنا؟ ما عندي عنا ربع مليون صيني؟ ما عندي فكرة عن الكميات الموجودة هلا حاليا. رح يجينا دفعات جديدة؟ رح يجينا إن شاء الله من منظومة كوفاكس، مطعوم فايزر على الأغلب. رح نتزود فيه على دفعات، وفي عنا مفاوضات جادة مع ساينوفارم الصينية ممكن كمان يزودونا بجرعات، ورح يجينا كمان من ضمن اللي احنا متعاقدين معه على فايزر بالتدريج دفعات ترفع المخزون الموجود عندنا. طيب في خلل بالمنصة، وعلى ما يبدو هي المنصة زي كل هالمنصات اللي عملناها إلا ما يطلع فيها خلل. هناك من قال وأنا شفتها للأمانة، في أخطاء بالمنصة، في ناس ما انصابت. هذا جعفر الخطاط بيقول وحاطينها مصاب وأنا منهم، يعني هو ما انصاب ولا تسجل كاتبين له إنه مصاب، وفي ناس انصابت كورونا كاتبين له غير مصاب. هذه مرت علينا أمور زي هيك، يعني في ناس شكت من الموضوع. هلأ في ناس يعني ممكن يكون في خطأ في إدخال البيانات، ممكن يكون لسبب أو لآخر ظهر عنده نتيجة. هلأ هاي الأمور قابلة للإصلاح، بيراجعونا بالوزارة إن شاء الله بنقدر نعمل لهم على الإصلاح، بس المهم إنه ما يكون عنده إثبات إنه هو مصاب، لأنه إحنا بالنسبة لنا في عنا النظام الإلكتروني بيسجل. إذا واحد كان بي سي آر بوزيتيف بنرجع للمختبر، هذا تبع سندس؟ تبع سندس نعم، بيكون موجود بوزيتيف بيكون على النظام بوزيتيف. دكتور ماذا يعني 35% من اللي أجا دوره يتلقح ما أجا؟ هذه نقطة. ولماذا الخوف من أخذ اللقاح؟ تفضل. يعني هو ربما يكون للبعض أعذارهم، ولكن ليس هذه النسبة. يعني هناك تردد في قبول المطاعم، لنعترف بذلك. هو يعني هذا أنت أشرت بالخوف، وهو مجمل هذه الأمور أنه الناس متردد بأخذ المطعوم، وهذا ليس يعني أمر خاص بالأردن، هذه ظاهرة عالمية موجودة بكل دول العالم. الإقبال المطعوم ليس 100%، هنا هو أفضل في دول مثل أمريكا وأوروبا أفضل منها، لكن أوروبا يعني في بعض الدول هناك أيضا تردد في قبول المطعوم. في الأردن يعني قد تكون الأمور أحسن من قبل شهرين أو ثلاث، يعني صحيح. نشرت استطلاعات ونحن نشرنا ورقة علمية حول الموضوع، القبول المطعوم لا يتجاوز 30%، وأنا يعني هذه الظاهرة يمكن تفسيرها بعدد الذين سجلوا على المنصة. العدد 35,000، نحن نرغب أن يكون الملايين سجلوا، يعني 335,000 من أصل 10 مليون صح؟ لنستثني الأطفال اللي هم بشكله 3.5 مليون، بقي 6.5 مليون. ستة مليون أو 6 مليون، فالمفروض أن يسجل نسبة يعني أكثر من هم يعني كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني أن يكون العدد بالملايين كان أتوقع، لكن للأسف لم يسجل هذا العدد، ولذلك نحن أمام معضلة. يجب أن نعرف أسباب العزوف عن التسجيل، أسباب عدم قبول المطعوم، وأن نعالجها. يجب التعامل معها ونعالجها، لأنه لا يوجد لدينا حل إلا بأن نطعم أكبر عدد ممكن من الناس. يعني الناس مترددة وليست خائفة دكتور؟ هلا الخوف أحد أسباب، أحد الأسباب. هناك يعني بعض المفاهيم والإشاعات وحتى الخزعبلات المنتشرة على
وسائل التواصل الاجتماعي من أمثال يعني ماذا يسبب المطعوم من مشاكل على المدى البعيد من عقم وغيره، وأنه مزروع شيبس، وأنه المطعوم قد يسبب مرض. رحبوا لك مطعوم مجاناً وبالأردن وبدكم صدق بدنا ياك يعني بدنا نصدق أنه المطعوم علماً كويس. علماً بأن هذه كلها كما أشرت إشاعات وأكاذيب، وهي أخطر أخطر على الناس من الوباء نفسه هذه الإشاعات، لأنها يعني تعيق الوقاية من هذا الوباء. وللأسف كما أشرت يعني في دول مثل أمريكا المطعوم الذي جهز للتطعيم حوالي مثلا 40 مليون طعام 23 مليون، يعني لم تبلغ النسبة مستوى مقبول في معظم دول العالم. هذا اليوم بالأمس عدد المطعمين أقل من 70 مليون بقليل في العالم، في كل دول العالم ومعظمهم في أمريكا. يعني عندهم حوالي 24 مليون طعم، فباقي دول العالم كلها إذا ما أخذنا الدول الأوروبية في بعضها أقل من مئات الآلاف. يعني فالإمارات على سبيل المثال من الدول الممتازة في ماشي المجال. بس دكتور على توعد هذه النسبة الأكبر بالنسبة لباقي العالم بالأردن، لما تقول نقول 35% من اللي بيسجلوا المنصة ما التزموا بدورهم. لا ليس لدي معلومات عن باقي العالم. دول العالم في هذا المجال، لدي معلومات عن العدد الذين طعموا، لكن الذي سجل المنصة ولم يذهب هذا موضوع. يعني يمكن لا تكون هناك استراتيجية مماثلة. طيب دكتور، يعني منصة أو غيرها. سأطرح عليك سؤال يتم طرحه والحديث معي أكثر من مرة حلنه، إنه بقول لك إنه هذا يعني هناك أيضا من أشخاص ما زالوا يشككون في هذا المطعوم. بقول لك هذا المطعوم يسبب العقم. بقول له كيف؟ بقول لي طيب ليش منعوا الحوامل وبتفكر بالحمل والمرضعات إنه يأخذوا هذا المطعوم؟ معناته هذا بسبب العقم، إذا أخذته معناته ممكن إنه يروح الجنين. كيف نجيب بطريقة علمية دكتور؟ هذه كما أشرت يعني خزعبلات ما إلها أساس علمي. المطعوم لم يكن من ضمن المرحلة الثالثة حوامل، يعني استثنين الحوامل استثنين من لم يجرب التجربة، وبالتالي لا يمكن إعطاء المطعوم، والأطفال كذلك، وبالتالي لا يمكن إعطاء المطعوم لفئة لم يجرب عليها. هذا الأمر، ولأن المرحلة السريرية الثالثة تستمر لعدة أشهر لا تأخذ فترة الحمل، ويجب أن نتأكد حتى لو كانت الحقنة مهما كان نوعها وهي جديدة، يجب التأكد من أن هذه المادة لا تؤثر على الحمل. فالانتظار طوال فترة الحمل غير عملي بالنسبة للشركات التي تنتج مطاعيم، وبالتالي تم استثناء الحوامل وكذلك الأطفال. حاليا هناك شركات ودول تجرب على الأطفال أكثر من 12 سنة، علما من المطعوم يعني ليس بتلك الضرورة للأطفال أقل من 10 سنوات، لأنه لا تحدث إصابات وخفيف. فحاليا هناك محاولات لأكثر من شركة ولأكثر من دولة بتجريب المطعوم على الأطفال. حتى الآن الأطفال ما دون 18 لفايزر و16 لموديرنا مستثنين من التطعيم. طيب كمان أنا بدي أخذ الأرقام اللي أخذتها من الدكتور غازي وأطرح لك إياه. لما نتحدث أنه خلال أسبوعين 30,000 مواطن أو مواطن أخذ هذا اللقاح، يعني إحنا نتحدث باليوم 5,000 تقريبا دكتور ولا أقل؟ يعني أقل أو أكثر بين 2005. طيب دكتور يعني كم سنة بدنا حتى إنه نوصل لثلاثين بالمئة أو 20%؟ نحن يعني يجب أن نطعم خلال أقصر فترة ممكنة أكبر عدد ممكن الناس. لو افترضنا أننا سنطعم 5 ملايين والفترة يعني خلال 5 أشهر أو 6 أشهر، فنحن بحاجة أن نطعم، لأنه يعني إذا 25% من السكان جرعتين يعني 5 ملايين جرعة، فهذا يستدعي أن نطعم ما لا يقل عن 30,000 يوميا، لا يقل ربما أكثر. والأردن قادرة على تطعيم هذا العدد. في أمريكا بيطعموا أكثر من مليون، هذا موضوع ثاني. طيب ليش إحنا ما نفتحها بالمراكز الصحية؟ موجودة يعني هناك أكثر من تحدي يجب التعامل معه. أولا القبول المطعوم، التردد قبول المطعوم، تردد الناس وهو أمر مستمر وانعكاس لمفاهيم الناس على المرض، لأن هناك من يعتقد بأن المرض أصلا يعني غير حقيقي، فيش كورونا، وهذه نظرية مؤامرة ممتدة من المرض إلى المطعوم. وأيضا توفر المطاعم، توفر المطاعم قضية في العالم كله، يعني هناك مشكلة توفر المطاعم لدول العالم. في دول بالعالم لن
يصلها المطعوم قبل نهاية هذا العام 2020، يعني ربما يصل في 2022، لأن بعض الدول حجزت مئات الملايين من الجرعات في الدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، والشركات لها قدرة معينة على الإنتاج، لا تستطيع إنتاج، يعني فايزر تستطيع إنتاج مليار جرعة، يعني تطعيم 500 مليون في العام في السنة الواحدة. نحن بحاجة لتطعيم ربما 3 أو 4 مليار من سكان العالم، فنحن بحاجة إلى إنتاج مطاعيم، وبالتالي هذا تحدي لدى المملكة. نعم، التحدي ليس لدى المملكة، ده كل العالم، هذا التحدي موجود في كل دول العالم، وبعض الدول لم يصلها مطعوم حتى اليوم، لم تبدأ بالتطعيم ولن تبدأ ربما لأشهر، لأن المطعوم غير متوفر بكميات كافية. يعني هو إجازة المطاعيم بصورة طارئة هو لتوفير للناس وحمايتهم من الوباء، ونحن بحاجة إلى مدة من الزمن كافية لإنتاج مطاعيم كافية للناس. طيب، سأذهب إلى فاصل قصير، أول بعد الفاصل سنتحدث عن طفرة كورونا الأردنية، السلالة المتحورة. فاصل قصير أول، تفضلوا البقاء معنا. أهلا بكم من جديد، وأجدد الترحاب بضيوفي وأتحدث معك دكتور. دكتور، إحنا إجانا من بريطانيا كورونا المتحور، صح؟ نعم، المتطور. نعم، فهمني كيف وصلنا ل 168 حالة. 168 صار عندنا؟ 162. نعم. بس سؤال، قالوا لنا 5 حالات أول شيء. نعم، وقالوا لنا الخمس حالات هذول معزولات بالمستشفيات. نعم، فاحنا انبسطنا، قلنا معناته انه بقعدوا وبرتبوا المواضيع. لما استضفت الدكتور نذير عبادات قال لي لا يا اخوي، احنا ما عزلناهمش مستشفيات، احنا عزلناهم بدورهم تحت رقابه. وين الرقابه اللي خلت 5 يصيروا 168 حاله؟ الا يعتبر ذلك تقصير من قبل الوزاره؟ واحد، الا تتحمل الوزاره، الوزارة، لأن الوزارة طلعت اللي قالت إنه 5 حالات عندنا، ألا تتحمل الوزارة مسؤولية إنه وصلنا 168 اليوم وممكن العدد يزيد؟ صح؟ من يتحمل هذه الكريم المسؤولية؟ أخي الكريم، ال 162 حالة هاي مش كل، مش بس هم الخمس حالات اللي كانوا في الأردن. منين إجتنا؟ هلا هي شاع إنه هذه السلالة في بريطانيا. صحيح، لكن هاي انتقلت لكثير من دول العالم، أكثر من 60 دولة انتشرت فيها السلالة. ماشي. وأجا ناس من هاي الدول ودخلوا الأردن. سيدي، هي بريطانيا وإحنا رصدناهم. معلش، هي بريطانيا. نعم. وجنوب أفريقيا، مزبوط؟ 60 دولة مختلفات. أنا تفضل. 60 دولة موجودة فيها السلالة البريطانية المتحورة. 60 دولة أنت بتحكي على الخمسة، أول 5 أجونا. لكن بعدين أجا عن طريق دول ثانية حالات، وإحنا بنرصد وبنعمل فحوصات قدرنا نكتشف الحالات هاي. هاي مش الحالات، يعني بتقول أنت إنه إحنا هذول تركناهم وهم اللي طلعوا الحالات هاي، لا، في حالات إضافية تم تسجيلها. ماشي. معناته إحنا الأصح نقول يا دكتور عزمي إنه 162 حالة تم كشف عنها، يعني ممكن بالأردن عندنا 500-600 حالة متطورة، صح؟ يعني صح ولا خطأ؟ نعم، هذا الموضوع اللي أشرح لك بشكل بسيط. الفيروسات تتحور طوال الوقت، وهي في العدوى عند شخص ما، الفيروسات تتكاثر في الجسم وتتحور وتراكب طفرات. ماشي. هذه الطفرات قد تستمر وقد لا تستمر. يعني بالنسبة لطفرة بريطانيا، هي تختلف عن طفرة جنوب أفريقيا وتختلف عن طفرة البرازيل. ماشي. طفرة بريطانيا هي الأكثر انتشارا في العالم، انتشرت مثل ما حكى الدكتور بأكثر من 60 دولة، وفي أمريكا، أمريكا في 20 ولاية أو أكثر فيها الطفرة، مما يعني أنه يعني كل ولاية بحجم دولة، فمعناتها منتشر في كثير من دول العالم. في بريطانيا هلا هي هذه الطفرة بلشت تسيطر. نحن يعني في لجنة الأوبئة عقدنا اجتماع يوم الإعلان، ثاني يوم إعلان عن الطفرات، وتم اتخاذ توصية بأن يعني نوقف السفر بين الأردن وبريطانيا المباشر وغير المباشر. صحيح.
وفي نفس اليوم كان في طفرة كانت موجودة صارت واصلة للأردن. ماشي قالوا لنا خمس حالات. الفيروس ليس شخص. دكتور ماشي ماشي بس قالوا لنا خمس حالات. أو حالتين أول شيء قالوا لنا. يا سلام هلأ الطفرة مثل ما الوباء كنا نحاول نسكر مشان ما ينتشر لم نستطع انتشر الوباء لازم ينتشر هذه فيروس لا تلقي القبض على فيروس بدك تلقي القبض على هذه تنتشر بدون أن تشعر بها بين الناس. نحن عمليا الطفرات المختبرات التي تستخدم كواشف من نوع معين قادرة على الشك بوجود الطفرة وهذا يستدعي أن نجري فحص التثبت منها التسلسل الوراثي للتثبت منها. ليس كل المختبرات تجري هذا النوع وبالتالي أن كم عدد المختبرات تجري هذا النوع؟ يعني أنا لست في على الأقل في مختبرات اليوم كنتم باجتماع للمختبرات نعم نعم هناك في مختبرات في مختبر المطار يجريها ماشي المطار ومختبرات مثل بعمان بعض المختبرات تجريها ووزارة الصحة المختبر المركزي سيجريها يعني اشتروا الكواشف ليجراها وحاليا يستطيعوا كشف الطفرة مباشرة لذلك سيتم شراء كواشف لكشف الطفرة مباشرة دون الحاجة إلى فحص التسلسل الوراثي. على أي حال أنا أقول نحن لا نفحص كل حالة ولا نكشف كل حالة لذلك هذه طفرة يجب أن لا نضخم الموضوع. طفرة تعامل كالفيروس هي فيروس لا زالت كورونا أساليب الوقاية نفسها قد يكون هناك انتشار أكثر واللقاح حتى الآن للطفرة البريطانية اللقاح جميع اللقاحات تقي منها وبالتالي أن يعني أنا لا أرى أنه نركز كثير على الطفرة. الطفرة حتى وجدت ووجد وهي موجودة في الأردن وموجودة من عدة مدن وموجودة بعدة أماكن بعمان ليست محصورة في منطقة معينة يجب أن يكون هذا واضح. أخي عامر دعني أؤكد على معناته رقمنا أكبر من 162. هلا خليني أؤكد على شيء زي ما تفضل الدكتور عزمي دعونا لا نعطي الطفرة أهمية أكبر من ما تحتمل. يعني هلا هي الطفرة من ضمن الطفرات الفيروس ممكن يتحور بأي لحظة. طيب هلا احنا الشيء الجيد انه احنا ما انتشرت عنا بكميه كبيره وما اثرت على عدد الحالات في المنحنى الوبائي. انت ملاحظ يعني لو مثلا كان في عنا احنا انتشار كبير في الطفره هذه اللي بتحكي عنها انت وهي معروف عنها انها شديده العدوى كان احنا تحول عنا الوضع الوبائي وارتفعت الحالات. فاحنا التاثير في الطفره هاي محدود ما فيها التاثير اللي يذكر. مش لازم نضلنا نضخم الموضوع إعلاميا ونضلنا نسأل عن الموضوع. تمام؟ طيب عملتوا دراسات دكتور على المطعوم الصيني الإماراتي فرضا على المطعوم تبع فايزر عملتوا دراسات محددة بكورونا بالأردن شو طلعت نتائجها؟ هلأ إحنا عندنا الدراسات السيرو بريفلنس اللي حكينا لك عنها عندنا المرحلة الثالثة من السيرو بريفلنس شارفت على الانتهاء. عملنا قبل هيك مرحلتين اللي هي تحكي على شيوع الفيروس قديش نسبة شيوع الفيروس ممتاز موجود. الدراسة الأولى قديش قالت إن شيوع كانت الفيروس 0.3% والدراسة الثانية 8% الأولى 3% 0.3% 3 بالألف يعني. والثانية 8% 8% والثالثة النتيجة إن شاء الله بتطلع قريبا تقريبا ممكن تطلع أكثر شوي يعني يمكن 12 توصل بس 12 خلينا نستنى نتيجة الدراسة نستنى نتيجة الدراسة أفضل. دكتور شو هالدراسات ما في دراسات إحنا عملناها بالأردن بدنا نعمل دراسات نشوف ما هو المشكلة بقولوا نعملنا الدراسة شو النتائج ما حدا بقول لنا النتائج. لا الدراسة اللي بيحكي عنها دكتور في حين لم تكن الأجسام المضادة الكتات لم تكن متوفرة الدراسة بيحكي عنها على مستوى الأردن أخذ عينة ممثلة ماشي. من الشعب الأردني وفحص الأجسام المضادة. طيب. هلأ معالي الوزير بمقابلة معك أشار أنه حوالي 8 أضعاف الحالات المعلنة صحيح يعني بنحكي عن أضعاف يعني نحكي عن أكثر من 1.5 مليون فإحنا ربما تكون نسبة أكثر من 20% ربما تكون قريبة من 30% أنا هذا اعتقادي لا تطلع النتيجة تكون لكن يعني بنزودكم لا يجب إعلان النتيجة بشكل رسمي بس هذا متوقع وهذا شبيه بمعظم دول العالم هذه الظاهرة يعني موجودة طيب. في كل دول العالم. بدي أسألك سؤال لماذا تقلصت أو نقصت أعداد الوفيات بكورونا؟ لأنه نقصت الأعداد الكلية يعني هذا في إذا تشوف المنحنى ماشي كان مع بعض يعني الحالات وحالات الوفيات نزلت الحالات نزلت عدد الوفيات بس بشهر 2 راح ترتفع الحالات لا ليش ترتفع ما هذا تنبؤ غريب يعني ليش لا ترتفع إذا لم تزد الحالات يعني لا ترتفع الوفيات هي انعكاس لعدد الحالات الوفيات هي
انعكاس للحالات المدخلة إلى وحدات العناية الحديث الحثيثة قبل أسبوعين أو ثلاث، يعني عادة بيستمروا في فترة، وإذا ما كان المرض شديدا ولديهم عوامل اختطار تحدث الوفاة. وبالتالي لا نتوقع ما دام الحالات في تناقص، لا توقع، لماذا من غير منطق أن نتوقع الزيادة الوفيات؟ بالعكس يعني هلا بنطلق من هذه النقطة بعد إذنك معاليك، بنطلق من هذه النقطة وبحكي للشعب الأردني لإخواننا وأخواتنا، نحن حاليا في مرحلة استقرار وبائي. استقرار وبائي، نعم، كل المؤشرات الوبائية منخفضة، عدد الحالات، عدد الوفيات، نسبة الإيجابية، عدد الحالات المدخلة إلى المستشفى، عدد إشغالات الأسرة العناية المركزة، عدد إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي. إحنا عنا الحمد لله حاليا استقرار وبائي، دعونا نستغل هذه الفرصة بأنه نحصل أكبر عدد من التطعيم حتى نقدر نحمي وطننا ونحاول نخلص من الوباء، لأنه بما أنه في هبوط في عدد الحالات وفي نسبة من الحالات أصيبت قبل هيك أو تعرضت، إذا قدرنا إحنا نطعم وإحنا عازمين في وزارة الصحة على أنه نوفر اللقاح لـ20 أو 25% من الشعب الأردني، وإن شاء الله تسعفنا الظروف أنه كمان نقدر. إحنا غير قادرين إلا على تأمين 20% من المطعوم. هلأ ما هو من الشح العالمي أخي. أنا معك نعم. فإحنا لما قلنا 20% معناته إحنا إذا جبنا 20% ممتاز كأردن، يعني كلما زادت النسبة كلما كان أفضل. حقيقة نحن بحاجة إلى رفع المناعة المجتمعية إلى مستوى يعني لا يقل عن 65%. طيب دكتور، وبالتالي أنا بعتقد أنه كلما، وأنا أعتقد ويمكن دكتور غازي صلحني، أنه في هناك وعود بأن يعني نستطيع تأمين عدد أكبر من المطاعم. نعم فيعني إذا وفرنا بس يا دكتور جرعة مثال تكفي لثلاث. بس يا دكتور يوزعوا هذا المطعيم على كل المملكة، يعني الآن بعدوا بقول لك إحنا بالأغوار لازم نروح على المدينة نعم نأخذ يعني هذا المطعوم. هناك حاجة وهناك في الخطة أصلا طريقة التوزيع تختلف، الخطة الموضوعة الخطة اللي موجودة في توزيع في المراكز، لكن في مراكز فرعية إن شاء الله رح نحاول نفعلها. إحنا عندنا 100 مركز صحي، 100 نعم، في عنا أكثر من هيك، كل المطاعم بس مش كلها مجهزة. إحنا جهزنا مطاعي أشياء مراكز مشان الطعم وحطنا لها الكوادر يعني وأجهزة موجودة وثلاجات موجودة، لازم اشتراطات معينة حتى نبلش التطعيم. يعني ممكن المستشفيات، ممكن مراكز صحية، ممكن تزيد العدد هذا لما يتوفر المطعم ويكون هناك إقبال. نعم. الأمر يعني سهل التعامل معه. طيب دكتور سؤال، كم عدد الذين أصيبوا فيروس كورونا بالأردن؟ هلا كنا نحكي يعني 3 مليون، ربما يكون هذا عدد منطقي. يعني كم المنطق بقول 3 مليون؟ 3 مليون نعم، أنا أعتقد أنه منطقي. طيب 3 مليون وعندنا أطفال 3.5 مليون، 3.5 مليون تحت الـ15 هذول، تحت الـ15 يعني نحكي لـ18 يعني نحسب 6.5 تقريبا. وبالتالي لازم يأخذوا المطعوم 2.5 أو 3.5 مليون. هذا ليس دقيقا، هذه ليست حسب دقيقة، لأنه ليش ما أنا بقول لك لأنه اللي أصيبوا لا يمكن بعد 5 شهور، لا نعرف إذا أصيب وأنت كيف تعرف، بحاجة إلى فحص. وبالتالي نحن نعطي المطعوم بدون أن نفحص إذا كان الشخص أو مصاب أو لا، لأنه الذين أصيبوا ولا يعرفوا هم هذول، الفرق بين المسجلين اللي هم 300 ألف والمصابين 3 ملايين، يعني في 1.5 مليون وأكثر، 1.7 مليون لا يعرفوا إذا أصيبوا. الطريقة الوحيدة لإثبات الإصابة هي فحص الأجسام المضادة، وبالتالي من غير المنطقي ولا العملي أن تفحص كل شخص قبل أن تعطيه المطعوم، وبالتالي كثير من هؤلاء سيطعم، يعني رغم أنهم أصيبوا وهم ضمن المجموعة الكبيرة. بعد فترة معينة راح يطعم. بديك ترد على هذا الشيء. تفضل. جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية. نعم. كتب اليوم على صفحتهم هذا. كتبوا أخيراً وتستمر الهدايا لبايدن لإنهاء الجائحة. قرأت دكتور؟ يعني طلعت عليه شفته. الـCDC يوصي أن الأشخاص بدون أعراض لا يجب فحصهم. انتهاء أكبر مسألة جدلية. الآن بعد تعديل CT من منظمة الصحة العالمية وتوصية بعدم فحص الذين بدون أعراض، سيكون هناك انخفاض كبير جدا بالحالات، إذ أن الأشخاص الذين بدون أعراض يشكلون 80% من الحالات. ما زلت أبشركم بانتهاء الوباء بالربيع. بدأت أؤمن بكلام ترامب أن كل هذه الجائحة لإزاحة ترامب. أهم فوائد الجائحة عرفتنا
بأشباه العلماء الذين يشترون ويباعون ولا يستخدمون عقولهم. طيب التتمة يعني أنا وحاطين لينك. بدي أستشهد مقابلتك مع جميع المهندسين الورثين. أنت قابلتهم وعرضوا كت للتشخيص صحيح. إذا كان المؤامرة لماذا يشخصوا مرض هو عبارة عن مؤامرة؟ وأيضا هم ادعوا أنه عندهم مطعوم، كيف ينتجون مطعوم لوباء غير موجود؟ أنا أستغرب أن يعني انقلاب هذا الموقف، القفز من موقف يعني ناس بيشتغلوا على تشخيص الجائحة والوقاية منها بالمطاعيم والآن يشككوا في وجود المرض من أصله. أنا يعني هذا أمر يدعي لل هذه رسائل سلبية. هذه سمحتهم على الناس الرئيسي يعني إذا ما كان إذا كانوا همه إذا كان ذلك إذا ما كانوا شيء آخر. أنا أستغرب ذلك. أنا أستغرب هاي من الرسائل السلبية. إحنا بنحاول نحث الناس على التطعيم، لما بيطلعوا ناس بيقولوا إنه هذا الكورونا مؤامرة وهذا مش موجود وهذا مش خطير وهذا خلصت الحالات وما ضلش حالات، إحنا قاعدين بنعمل تردد عند الناس. الأفضل إنه أمور زي هيك ما تطلع في الوقت هذا. إحنا عنا حملة تطعيم وطنية قاعدين حاشدين فيها كل الطاقات، أفضل إنه الأمور هاي ما يتم نشرها. يعني هذا يدعو للشك بكل الموقف العلمي. يعني في بعض القضايا يعني تناقض العلم والمنطق. أن ينشر من جمعية مهندسين ورافيين أن ينشر هذا يعني فهي بس هذا على الصفحة إذا كانت صفحتهم، وإن لم تكن فمن نوه إذا ما كانت هي صفحتهم. على كل إذا كان صحيحا طبعا. طيب دكتور أنا أطرح عليك سؤال آخر ماشي دكتور. إحنا ملينا من كورونا، بطلنا نصدق أي شيء عن كورونا ماشي. في عنا أزمة ثقة، في عنا أزمة ثقة، شو ما بتقوله الحكومة مش راح نصدق هذا الموضوع. هذا واقع، هذا واقع دكتور. هذا واقع. هذا خطير يا عامر. أنا بتعطيك شيء حتى تعطيني إجابات. ماشي. يعني أنا لما أخذت المطعوميت واحد قال لي إذا مجنون تأخذه. والله. بعدين قلت لهم يا إخوان والله بسيط وكذا وأمور ممتازة. فقالوا خلي غيرك يجرب، ليش تجرب على حالك؟ عامر هذا خطير، هذا خطير وجرب في العالم كله. هناك نوع من التعب من الوباء صحيح، يعني وباء يستمر سنة وإغلاقات ومشاكل وحالات وأمراض ووفيات، جميعنا نعرف أقارب أو أصدقاء أو معارف انصابوا مرضوا وماتوا هذا لا شك فيه صحيح. هذا النوع من السلوك خطر لأنه أدى إلى موجات أشد في أوروبا. نحن حاليا قبل شهر كانت هناك موجات في أوروبا أكثر شدة. لا يمكن تفسير تلك الموجات إلا لأنك الالتزام بالوقاية لم يكن على درجة مقبولة، وبالتالي هم دفعوا الثمن. وأنا أعتقد أن هذا المنطق يجب أن لا نتعامل به، يجب أن نستمر في الإجراءات الوقائية وأن نقبل على التطعيم. العالم ليس له خيار إلا أن نطعم. الرقم 68 مليون على مستوى العالم هذا رقم قليل جدا. منذ بداية ديسمبر بدأ التطعيم في أمريكا وبريطانيا والأرقام غير مشجع. يجب أن يزيد الإقبال. فهناك مشكلة عالمية ليست مقتصرة على الأردن. ماشي عندنا مشكلة ثانية. ماذا يقولون فايزر أحسن من الطعوم الصيني الإماراتي. فايزر أحسن. لما رحنا بنجي فايزر بقولك لا يا أخوي المتوفر الصيني الإماراتي. ولما يطلع على التلفزيون واحد من وزارة الصحة يقولك المواطن مش على كيفه يختار. أنا بدي أوقف الآن. لا. صح ولا لا؟ بدي أوقف عند هذا التصريح. عامر هذا ترف. لا المقارنة مش منطقية وغير جائزة. كلا المطعومين بيعطوا مناعة مأمونين أولا، ما في مشاكل فيهم، ما في مضاعفات شديدة، وكلا المطعومين بيعطي مناعة وفعالين في منع العدوى، وبالتالي هذه المقارنة ما لها أساس، يعني ما لها مبرر. يا دكتور هو ليش ما لها مبرر؟ لأنه التصريحات اللي خلقت عند الناس هذه الشكوك. التصريح يعني أنا لا أدافع عن التصريحات، أنا أقول هذا المنطق. إذا سمحت لي أعطي مداخلة في الموضوع. بدي تعطيني مداخلة وبدي تعطيني لمين بتعطي فايزر ولمين بتعطي صيني إماراتي. نعم أوكي. يعني حتى بالمنصة إذا دكتور عزم طلع له فايزر وعامر طلع له صيني أو العكس قل لي كيف بتكون. ما حدا يقول لي حظ أخي الكريم. أول إشي من العفنة. أول إشي الدكتور عزمي حكى إنه اختيار المطعوم ترف. الشخص اللي بيحكي بدي أنا أتخير بين فايزر وبين الصيني الإماراتي، ابنه لما بروح بالطعم للشلل الأطفال إحنا جايبين إبرة محددة inactivated
بوليو فيروس فاكسين بياخذها ابنه بدون ما يعترض. احنا جايبين نوع واحد من الفاكسين معتمدينه احنا متخيرينه بياخذه بكل بساطه. نعم. وكذلك كل المطاعيم الموجوده في برنامج التطعيم. هلا احنا في عندنا مطعومين وقد يصلنا مطعوم ثالث اذا اتفقنا مع أسترازينيكا او مع جونسون اند جونسون، صاروا ثلاثه ممكن يصيروا اربعه. هل من المنطق انا اني اقعد اقول للناس تعالوا خذوا كذا او كذا؟ يعني انا بشوف الموضوع طالما انه هاي اثبتت فعاليتها والشركات جابت دراسات الفعاليه والمامونيه، احنا بنتعامل مع المطعومين على اساس انهم مطاعيم ماشي. لمين بتعطوا هذا ولمين بتعطوا هذا؟ ما في فروقات. ماشي ماشي. كيف ما في فروقات حاليا؟ حاليا انا يعني الان عسست حاليا كيف؟ يوم بيكون متوفر في المركز مطعوم فايزر ويوم اخر المطعوم الصيني الاماراتي. فمن يذهب؟ كان في البداية يتوفر المطعومات. سؤال آخر، حاليا أنت بتروح بتلاقي مطعوم نوع واحد بتاخذه. أنا مش رايح أفشي سبب. أنا قبل ما أخذ المطعوم استشرت الدكتور عزمي، قلت له أخذه، قال لي خذه. أيوه زلم موجود. بدي أسألك يا دكتور، شو الفرق؟ ليش قالوا لنا أحيانا أنه فايزر لازم أقرأ سجلك المرضي كامل؟ الصين الإماراتي لا، إذا ما عندك الحساسية المفرطة أو حامل أو طفل لا تأخذ، صح ولا خطأ؟ من هذا التشخيص، هذا النوع نفس المعاملة. المطعوم بدون ما تعرف شو المطعوم يجب أن تسأل الأسئلة نفسها، على سواء الأمراض اللي تعاني منها، عندك حساسية ما عندك حساسية. ليس صحيحا أن يسأل أسئلة مطعوم ما ولا أسئلة أخرى للمطعوم ثاني، لا هذا ليس صحيحا. أي مطعوم منهم نفس الشيء، المطعوم يقصد منه إنتاج أجسام مضادة مناعة لدى الشخص لمكون من البروتين. الفرق أن مطعوم فايزر فيه بروتين واحد يؤدي إلى إنتاج بروتين واحد والمناعة تنتج ضده. مطعوم الصيني هو الفيروس بكامله، فالفيروس معطل بكامله، فهناك أكثر من بروتين قد ينتج له الجسم أجسام مضادة. يعني مش الصيني، لكن الأهم هو إنتاج أجسام مضادة للبروتين الشوكي للفيروس. باقي الأجسام المضادة ليست هي التي تحمي، الذي يحمي هو الأجسام المضادة المنتجة للبروتين الشوكي وتمنع من الالتصاق بالخلايا. فنحن سواء كان بروتين الشوكي موجود لحاله بالجسم بسبب المسنجر أرني أنتجه الجسم، أو فيروس معطل تحمل البروتين الشوكي، النتيجة واحدة. أنا قلت الفرق بين مطعوم الصيني الإماراتي لأنه الفيروس كامل تنتج أكثر من نوع من الأجسام المضادة، لكن مطعوم فايزر وموديرنا وبعد ما يجي مطعوم أسترازينيكا ومطعوم جونسون أند جونسون تنتج للبروتين الشوكي فقط. وهذا هو الذي يحتاجه الجسم لمقاومة الإصابة. طيب دكتور، لديك إحصائية بأنه كان هناك أعراض جانبية للي من 35 ألف واحد أخذوا اللقاح؟ في ناس بينت عليهم الأعراض، في ناس أوضاعهم صحية يعني استاءت؟ لا لا أغلب بس حتى الناس تعرف. نعم. 35 ألف شو صار معهم؟ هلا كل اللي طعموا احنا تواصلنا معهم عن طريق الهاتف اكثر من مره، في عندنا فرق تتصل فيهم وبتشوف الاعراض. الاعراض تراوحت بين الالام بالموضع الحقنه او الاحمرار او تورم، صداع، ارتفاع في درجه الحراره، تعب عام، يعني ارهاق. يعني ما في مضاعفات، ما في مضاعفات يعني. وهذه مذكوره اصلا وهذا وفي كثير ناس كانوا يطلعوا يحكوا انه انا اخذت المطعوم، وينزلوا نزلوا على صفحاتهم ويقولوا مر علي كذا يوم. صحيح. وما في عندي اي اعراض. انا والله انت ما كمان نفسك ولا شيء لما طلعت، هل ظهر عندك لا اي لا شيء؟ أبداً. ما ظهر عندك ابدا. ظل الجرعه الثانيه وبنقول للناس شو بده يصير معنا ان شاء الله. سأذهب الى فاصل قصير اخير وبعد ذلك اتواصل واياكم، تفضلوا البقاء معنا. أهلا بكم من جديد وأجدد الترحاب بضيوفي، وأعود للحديث عن الطفرة. هل ممكن أيضا أنه يتحور هذا الفيروس مرة رابعة وخامسة؟ نعم، تحور قبل هيك كثير وممكن يتحور أكثر. طيب الآن مع فتح القطاعات هل هناك تخوفات؟
فتح القطاعات يستلزم المزيد من الحرص. حرص ولا لقاح؟ ومزيد من أخذ اللقاح طبعا، هي خطوة خطوات مع بعض. نعم. كل ما فتحنا بالتدريج وبالضمن اشتراطات السلامة، وكان في هذا تراكميا عدد حالات المطعمين أكثر، كل ما إحنا بنصير بالاتجاه الصحيح. طيب، خطوتين لازم يكونوا مع بعض. هل الكادر الطبي أخذ اللقاح؟ نعم. كم نسبة اللي أخذوا اللقاح من الكادر الطبي؟ ما عنديش نسبة معينة، بس فئة لا بأس بها أخذت اللقاح. إجباري ولا اختياري بالنسبة؟ ما في إجبار، بس هم عندهم حس بالمسؤولية وأغلبهم أجوا والطعم. معناته لما نتحدث عن 35,000 واحد، نجيب منهم 5,000 كادر طبي، 5,000 منهم كوادر طبية ولا أقل أكثر؟ يعني ما بقدر أعطيك رقم محدد، بس هي اللي طعموا فئات كثيرة، منهم الكوادر الصحية ومنهم كبار السن والمعهم أمراض مزمنة. دكتور، فتح القطاعات سيزيد؟ ليس بالضرورة، يعني فتح القطاعات إذا ما تم ضمن يعني التزام بالإجراءات الوقائية الطبيعية العادية كما حدث قبل وجود المطعوم ومع وجود المطعوم سيساعد. أنا بعتقد أنه جميع المؤشرات، حكى الدكتور غاز، جميع المؤشرات مطمئنة. نحن عدد الحالات اليومية أقل من 10 حالات المائة ألف، النسبة الإيجابية أقل من 5%، وإذا ما استمرت بكل معايير الدنيا، إذا ما استمرت النسبة أقل من 5% لأسبوعين متتاليين على شرط أن تبقى يوميا تحت 5%، فالوضع الوبائي مطمئن. وكل هذه المؤشرات يعني انحدار المنحنى الوبائي. طيب، في خوف من موجات جديدة ولا لا؟ لا، يعني الموجة الجديدة لا يستطيع أحد أن يتنبأ ولا ينفي أنه ستحدث أم لا. هذا يعتمد على التزام الناس ويعتمد على نسبة المطاعيم التي سيأخذها الناس، نسبة الذين سيطعموا، لأن الموجة الجديدة إذا ما بدأت تبدأ الموجة، أي موجة من الوباء بحاجة إلى مدة لا تقل عن شهرين حتى تكون واضحة بشكل واضح. يعني إذا ما تذكرت أنه بدأت الحالات عندنا في الأردن بالزيادة في بداية أيلول، صحيح، ووصلت ذروة بنهاية تشرين ثاني. يعني فإذا ما كان هناك موجة فس، من السهل ملاحظتها، ستلاحظ أن انحدار الحالات أو نقص الحالات ستوقف وتبدأ الحالات بالظهور تزداد. ما إذا بدأت الحالات بالازدياد تدريجيا ونسبة الفحص الإيجابية زادت، فنحن نواجه موجة جديدة، وعلينا أن يعني نتخذ الإجراءات الكفيلة بكبح هذه الموجة. يعني القضية لا تحدث الموجة بين الليل والضحى، الموجة بحاجة إلى أيام، وبالتالي سهل أن نتعامل، يجب أن يكون من السهل أن نتعامل معه. ماشي دكتور، الآن إحنا نتحدث عن لقاح، ما نتحدث عن علاج، صح؟ لقاح، نعم. متى سيتم الحديث عن علاج لهذا الفيروس؟ ولا ما في علاجات السكر لغاية يعني؟ الآن في بعض العلاجات، بس هي مش علاجات فعالة جدا وشافية. مثل شو؟ يعني السانكوفير أحد هذا العلاجات اللي له آثار. تم تجربتها؟ تم إعطاؤه، نعم. طيب، يعني عامل أنا هذا الموضوع تخصصي، لا يوجد علاج نوعي للكورونا فيروس، فلست نقطة فوق السطر، لا يوجد حاليا ولا على طول. لا، هناك مئات الشركات تحاول وتجرب لإنتاج مضادات للفيروس، لم تنجح بعض الشركات، هناك تجارب، لكن لا يوجد اليوم للتداول للاستخدام مضاد فيروس نوعي ضد الكورونا فيروس، غير موجود. يعني هنا فقط لقاح السانكوفير ولا طيب دكتور، اللقاح سؤال. نعم. اللقاح كم شهر المناعة بعطيني؟ اللقاح اللي تبعوا من الموجة من المرحلة الثالثة بالتجربة يعني حوالي 6 أشهر، ولا زال لديهم أجسام مضادة. فالأجسام المضادة تستمر إلى ما يقرب من السنة وربما أكثر، يعني لا تقل عن 6 أشهر، لا تقل عن 6 أشهر منهم. تستمر لستة أشهر وقد تستمر لفترة أطول، وهذا يعتمد على الشخص، مناعة الشخص، الجهاز المناعي، يعتمد على اللقاح نفسه. يعني هناك أمور كثيرة تؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة بمستوى معين. يعني وبالتالي هذا اللقاح سيكون موسمي. هلأ إحنا هذا أول مرة بنجرب فيها اللقاح، وبدنا نطعم أكبر عدد ممكن من الناس. نعم. هلأ سلوك الفيروس في المواسم القادمة، من المبكر أنه نعرف شو راح يكون سلوكه. لجان التقصي أعطيتوهم؟ أعطيناهم أولوية، نعم. أخذوا؟
نعطيهم قاعدين بلشنا نعطي فيهم في منهم بشكو ان شاء الله رح نعطيهم رح نحصر اسمائهم كلها اللي بيشتغلوا بالتقصي هو يا دكتور ما في حدا جاء على المنصة بهذيك النسبة وفي 35 واحد مش ملتزم المنصة اعطوهم للأطباء بدأنا بإعداد في وسطات دكتور وسطات ايش اخي للمطعوم اذا في قول لنا ما في وسطات ما في ابدا ما في وسطات انا بعتقد عن الموسم يعني هو الوباء يعني نحن بحاجة اولا الى السيطرة على الوباء وقف انتشار الوباء ان لا يعد هناك وباء إذا وصلنا إلى مستوى من المناعة المجتمعية معقول سيتوقف الوباء بعدها ربما يصاب أشخاص وربما يكون الانتشار بحالات فردية نعم. ماشي ماشي إذا أنت لنبوة هلأ في السنوات القادمة أنا أعتقد الصراحة مثل إنفلونزا بجوز يكون يصير موسمي فيه ذلك الحين لن تحتاج إلى تطعيم كل البشر ستطعم فقط الأشخاص ذوي الاختطار يعني طب دكتور ليش بطلنا نسمع عن H1N1 وإنفلونزا الخنازير لهذا العام لم تكن هناك حالات يعني الناس بيقول لك وين ما فيش H1N1 أحد الأسباب هو وسائل الوقاية وارتداء الكمامة لأن نفس الوقاية نفس إجراءات الوقاية كيف تنتقل عن طريق التنفس أغلب الناس لبس كماماتها طيب ضل عندي سؤال أخير دكتور وسؤال إليه وما له علاقة بكورونا أنت ضمن مجلس التعليم العالي أنا مجلس التعليم العالي مزبوط طيب شو أنا عضو في مجلس التعليم شو بالنسبة لدوام الجامعات لا تقول إحنا بين خيارين لا هو يعني فعلا هذا يوقش الجامعات ستعود للدراسة ب 21/2 يعني هناك تقريبا أقل من شهر بقليل كلفت لجنة ومع الوزير ذكر ذلك ووضعت سيناريوهات إذا كان الوضع الوبائي جيد فهناك سيكون عودة للتعليم الوجاهي مع تعليم مدمج مع تعليم إلكتروني يعني سواء إذا كانت متوسطة أيضا سيكون أكثر ربما التعليم عن بعد وإذا كانت الوضع الوبائي خطير سيستمر التعليم عن بعد هذا ما اللجنة أوصت به ماذا يعني خطير حسب اللجنة؟ يعني كما شهدنا في يعني شهر 11 لدينا وباء منتشر بشكل كبير يعني عدد الحالات كم؟ ثاني من الوباء يعني عدد الحالات إذا زاد عن 10 للـ100,000 يعني نحكي عن أكثر من 1000 حالة يوميا هذا وضع يدعو للقلق لنكون صريحين إذا كان أقل إذا كان أنا رأيي أن مع العودة إلى الحرم الجامعي ولكن باتخاذ الإجراءات الوقائية التامة وأن يكون هناك تعليم مدمج قبل الوباء بكثير يعني 70% وجاي و 30% مدمج قبل الجائحة بكثير كانت هناك خطط لدى الجامعات للتحول إلى التعليم المدمج في معظم رفع يعني نسبة التعليم المدمج هذا يساعد أن يشارك الطالب في العمل التعليمي هذا مهم بدون الجائحة التعليم المدمج أنا لا أقول عن التعلم عن بعد ماشي فبالتالي أنا أقول أن العودة للجامعة مهمة جدا الحياة الجامعية للطالب مهمة جدا يجب أن نوفرها نعم يعني ليست دراسة فقط هناك أمور حياة أخرى حياة نعم. كاملة وبالتالي أنا ومعظم أعضاء مجلس التعليم العالي ليسوا ضد التعليم الوجاهي بس يعني هذا منوط بالوضع الوبائي في ذاك الوقت إن شاء الله يكون الوضع الوبائي يسمح ونعود للتعليم الوجاهي في الجامعة ألا تظن بأن طلبة أكبر ماشي. من التعليم ألا تعتقد بأن طلبة الجامعة أكثر وعي من طلاب المدارس أكثر وعي وبالتالي هم قادرين على أنه يلتزموا وتم روح على الجامعة سأزيدك من الشعر بيت تفضل يعني إحنا عندنا نسبة الإصابات إصابات 18% بين تقريبا من الحالات بين طلاب الجامعة بين 15 و24 طلاب اللي ما ظل يعني في مدارس وفي جامعة منهم صحيح وتحته حوالي عنا 8% يعني 26% هذه الفئة أكثر من 55% من السكان فنسبة الإصابات أقل لأنه هم أيضا إذا ما أصيبوا نعم لا تحدث لديهم أعراض وبالتالي شديدة. نسبة العودة إلى التعلم الوجاهي في الجامعات أنا مع أنا شخصيا حسب اللجنة تقدر بكم ما في تقدير يعني 70% راح يرجعوا يعني 70% احتمالية العودة إن شاء الله يكون 100% احتمالية العودة بس يعني هذا يعتمد على الوضع في ذلك الوقت شكرا جزيلا أستاذ الدكتور عزم المحافظة أستاذ علم المناعة والفيزياء شكرا لك دكتور غازي شركة أستاذ الأمين العام بالرعاية الصحية الأولي إحنا الشباب تمرتوا على الجامعة أنا معك دمتم بخير كل التحية إن شاء الله غير الجواب